السلام عليكم، معكم الشيف عبد البسيط. كنتمنى ان شاء الله كلشي يكون مزيان وبصحه جيده. الحلقه ديال اليوم ان شاء الله غادي نخصوها الكراميل ان شاء الله. كما كتعرفوا دابا مع الحلويات ديال العيد وداكشي كيخص الانسان يوجد الكراميل عنده في المنزل، تكون عنده في الثلاجه، تكون عنده في اي موضع في المكان ديال العمل، باش ملي كنبغيو الكراميل ديالنا كنلقاوه واجد. وهنايا يمكن لكم تعدلوا به الكريب، يعني الصابلي، بزاف ديال الحوايج فاش كيتحتاج هذا الكراميل هذا. ونشوفوا الطريقه ديال التحضير ديالو، طريقه ناجحه 100% ان شاء الله. كما كتلاحظوا المكونات اللي عندنا، عندنا كريمه كريم فريش، وعندنا السكر، عندنا الزبده، عندنا الجلوكوز، وعندنا الملح. كما كتلاحظوا عندي هنايا كريم فريش على حسب الكريمه اللي غادي نحتاجو. هنايا كيخص هاد الكريمه هادي كيف ما بغى يكون نوعها تحضروها، يعني تخدموا بها كيف ما بغى يكون نوعها، حلوه مسوسه ديال الطياب عاديه، كيف ما بغى تكون نوعها تخدموا بها هاد الكراميل. هنايا عندي 250 غرام ديال الكريم فريش. هاد الكريمه غادي نسخنها ان شاء الله، غادي نعملوها سخونه ما نستعملوهاش بارده. وهنايا عندي السكر، عندي 400 غرام ديال السكر، وعندي 60 غرام ديال الزبده، الزبده ديال الاكل، وعندي هنايا واحد تقريبا 50 غرام ديال الجلوكوز، واحد جوج معالق كبار. عندي واحد القرصة ديال الملح ان شاء الله. دابا ان شاء الله غادي نشوفوا طريقة تحضير هاد الكريمة. غادي نعملوها في هاد الكاسرون هنا باش غادي نسخنوها، يعني خصنا حتى تجي تقريبا بحال غادي تجي باش تغلى، يعني باش تكون على حسب السخونية ديال الكراميل باش ما تحرقكم ما والو. وهنايا هاد السكر غادي نوضعوه هنايا في هاد الكاسرون كما كتلاحظوا. هنايا غادي نعمل هاد الكمية، نص الكمية غادي نعملها فوق النار، وغادي نضيف عليها هاد الجلوكوز هذا. هنايا غادي نضيفوه هنايا على هاد السكر. كتعرفوا الجلوكوز هو كيكون شوية كيخص دائما تعملو شوية ديال الماء هنا، غير شي شوية باش ما يلتصقش على الحاجة اللي كتعملوها فيها. وهنايا بحال هكدا دابا ان شاء الله غادي نديه فوق النار ان شاء الله، وغادي نولي. وهنايا دابا وضعنا على النار، هنايا كنخليوه حتى كنشوفو بدا كيدوب، على خاطر ما نحركوه ما والو، نخليوه هكاك حتى يدوب لنا مزيان باش كيعطي واحد الكولور، والنار كتكون ناقصه ما تكونش النار مجهده. هنايا هاد الكريمة ان شاء الله غادي نوضعها هنايا، غادي نعمل فيها كسميتو، غادي نعمل فيها هاد الملح كما كتلاحظوا، غادي نخليها هنايا. حتى تقرب لينا مثلا توجد هاد الكراميل، عاد نشعلوا النار على الكريمة باش تسخن، ما يعني تكون معها نيشان. وهنايا كما كتلاحظوا دائما شي ملعقه خشبيه باش نبقى نخلطوا هاد السكر هذا. دابا نخليوه حتى يذوب لنا شي شويه مزيان. وهنايا كتشوفوا دابا ولا ذاب لنا هاد النص، غادي نزيدوا النصف الاخر ديال السكر. وهنايا نخلطوه معاه ونخليه حتى كيدوب على خاطرو عاوتاني. هانتوما صافي بحال هكدا، ونخليه يدوب على خاطرو. وهانتوما دابا ملي كيوصل لهاد المرحله بحال هكدا، راني شعلت النار على كريم فريش باش يسخن. يمكن لكم تعملو بلاصه كريم فريش الحليب، يمكن لكم تعملو الماء يكون مغلي، يعني بنفس المقادير انتما شتو. دابا
راه النار هادئه ونخليوه يزيد واحد شويه باش الكريمه يعني توجد لينا، راه طالعه. وهانتوما دابا الكريمه ديالنا راه مغليه، غادي نبقى نضيفو شويه شويه بحال هكذا كما كتلاحظوا. شوف واخا مغلي كيفاش كيعمل، بقى جوا كيكون سخون بزاف الكراميل. شويه شويه النار تكون ناقصه، صافي كتبقى لنا غير الزبده ان شاء الله نعملوها. صافي هنا كنطفيو النار، صافي كما كتلاحظوا الكراميل ديالنا. هانتوما كياخد اللون يعني بني وكيكون ذهبي بحال هكذا. وهنايا نضيفو الزبدة ديالنا ان شاء الله كما كتلاحظوا. هنايا نخلطو هاد الزبدة مزيان، هادي هي كتبدو صراحة. هاد الكراميل هذا كيطلع رائع بزاف، نتمنى ان شاء الله تجربوه بهذه الطريقة. وما تنساوش اللايك الفيديو، الله يجازيكم الخير. هنا دابا ان شاء الله هاد الكراميل ديالنا غادي نضربوه بميكسور بلونجو. اللي ما عندوش ميكسور بلونجو تخليوه حتى يبرد واحد الشوية، ينقصلو هذيك الحرارة. ممكن لكم تعملوه في ميكسو ديال مولينكس، انتما كما كتلاحظوا دابا ان شاء الله غندربو في الميكسو. بسم الله. دابا ان شاء الله غادي نصفيه وغادي نولي معكم. هنايا نجيبو شي غربال بحال هكا يكون ديال الحديد، ما يكونش بلاستيك بحال هكذا، ونصفيو. وهانتوما هاد الكراميل هذا كما كتلاحظوا، هذا راه غير ملي كيبرد راه كيكون كيقساح، راه كيشد راسو مزيان، ما كيكونش هكا سائل ولا كتلقاه كيهبط مثلا كيكون قاسح. هذا ملي كنبغيو نستعملوه كنستعملوه في شي صابلي ولا في شي حاجه،
كناخذوا واحد الكميه اللي غادي نستعملوا، كنسخنوها واحد شويه غير كتطلق، كنخليوها حتى تشد شويه راسها، ولا نسخنوها على حسب، غير واحد شويه غير باش تطلق، واحد النغيزه واحد شويه، ديك الساعه يمكن لينا نعملو على الصابلي ولا شي حاجه، هذا باش كيلصق ما كيكونش سائل كيتزلع ولا شي حاجه، هذا كيكون قاسح. هنايا ان شاء الله الا بغيتو هاد الكراميل بحال هكذا، كنتمنى ان شاء الله تعملو بنفس الطريقه. وكاين عاوتاني الكراميل اللي كتبغيو مثلا يكون سائل، غادي تزولو الكليكوز، هذاك الجلوكوز غادي تزولوه ما تعملوش، وغادي تولي ما غاديش تكون عاقده، يعني غادي تكون شويه، تكون دائما مطلوقه شويه.